السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتكم سيمبلي فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل الإكس راي اللي هو جهاز الأشعة السينية. طيب الإكس راي أو جهاز الأشعة السينية، أول حاجة هنشوف المخاطر الفيزيائية اللي فيه أو اللي هو بيتحكم فيها. تمام ماشي، إيه بقى الخطر الفيزيائي؟ خطورة 5 في احتمالية 3، النتيجة 15، فده خطر حقيقي. أيوة خطر حقيقي، لأن أنا هنا أهو محدد هنا في تحليل المخاطر قبل ما أبدأ خالص. قلت والله يا جماعة من 1 لـ4 خطر ضعيف، ده بي ار بي، من 5 لـ10 برضه خطر متوسط بي ار بي، ومن 12 لـ25 ده خطر عالي، اللي هو بعمل له بقى إيه شجرة اتخاذ القرار أزف، فبحدد إذا كانت أو بي ار بي أو سي سي بي. تمام، فهنا 15، طبعا 15 رقم كبير هنا. طيب ايه بقى القلق في الأشعة السينية؟ خلينا نرجع هنا كده لخريطة التدفق. لو أي خطر فيزيائي عدى من المراحل دي كلها، المرحلة الوحيدة اللي تقدر تعمل لي كنترول او تكشف لي على اي خطر فيزيائي ممكن يصل الى المنتج بتاعي هو جهاز الاكس راي. تمام، فبنقول بقى ان جهاز الاكس راي الخطر الفيزيائي اللي فيه ممكن يكون عملية الفلترة ما تمتش بشكل سليم، التصفية ما تمتش بشكل الصحيح، لقينا قشر برتقال المفروض ان هو ما فيش قشر برتقال، في بذور مثلا ما في المفروض ان ما يبقاش فيه بذور، لان القشر والبذور واي حاجه من الفرز البرتقال لازم تكون متعدت المرحله دي في الفرز، فما بعد كده عدت في التصفيه، فما اعتقدش ان احنا في اي مرحله تانية هنقدر فيها تحكم تاني. تمام ماشي، مخاطر فيزيائيه بقى من الزجاج، ما احنا عندنا هنا احنا خلاص عملنا كنترول هنا وهنا، لقينا في مشاكل في الزجاج، فممكن يكون في رواسب من الزجاج زي ما قلنا او الاغطيه والحاجات دي كلها، فاحنا عندنا مخاطر فيزيائيه من الزجاجات او من الغطاء. طيب بتحكم فيها ازاي؟ الجزء ده مهم جدا جدا جدا، ان انا بعمل حاجه اسمها تقرير متابعه جهاز الاشعه السينيه. زي ما عملت تقرير متابعه الجهاز الباستره كده، يبقى لازم في تقرير متابعه، ده اللي يثبت ان انا بتابع، ولازم يكون في اجراء تصحيحي. هنتكلم طبعا ازاي كنترول على السي سي بي عامه او نقطه التحكم الحرجه، ولكن انا بتكلم هنا الجهاز، انا والله يا جماعه بتابع الجهاز كل كذا لازم احدد ماشي، وبعمل له معايره داخليه، بعمل له معايره داخليه يوميه او بقى اسبوعيه، بس طبعا يفضل تبقى يومية يعني. وفي معايرة خارجية شركة كبيرة اللي هي غالبا بتبقى الشركة المصنعة أو الشركة الأم يعني، دي الأفضل. تمام، وفي مثلا الخارجية دي بتبقى يا إما شهرية أو كل 6 شهور على حسب ما بنود العقد بتقول. تمام، وبعمل صيانة دورية أو صيانة وقائية الشهرية أو كل 2 أسبوع للجهاز بواسطة مقاول خارجي أو بواسطة الفريق اللي عندي. فأنا كده يا جماعة حددت إن أنا ازاي بعمل كنترول على المخاطر الفيزيائية اللي ممكن تعدي من كل المراحل التصنيع، اقدر اكشف بيها المخاطر الفيزيائية. لو في عطل في جهاز الاكس راي او الاكس راي بيقيس غلط، تأكد ان انت اي جسم غريب او اي فيزيكال هازارد او اللي هو الخطر الفيزيائي او الخطر الطبيعي هيعدي على الـ 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 على طول للمستهلك بتاعي من بعد مرحلة الايه التوزيع. تمام، فهيبقى ايه السؤال الخامس، ان المرحلة دي هي اخر مرحلة للتحكم في الخطر في العملية التصنيعية، فبقول له نعم دي اخر مرحلة للتحكم في الخطر ده. عندنا بقى الأشعة السينية، بعد كده خطر كيميائي، ما فيش اي حاجة ممكن يعني، غير بقى لو في أي حاجة في الحاجات السابقة بقى في الغسيل والحاجات دي كلها ممكن يجي منها. نفس الكلام في البيولوجي، نادر الحدوث. ما زالت الأحكام خلق الزجاجات هنا. أنا يعني أنا بقول هنا يا جماعة إن يعني الأزايز مقفولة، فإيه الخطر الكونتامينيشن بتاعها أو التلوث العرضي بتاعها، الكروس كونتامينيشن بتاعها؟ ما فيش أي حاجة، خلاص دي أزايز مقفولة بتعدي على جهاز الإيه الإكس راي. فاحنا ممكن نشوف برضو كده يعني، حضرتك لو فاكرين كده سريعا، ده كان اول فيديو احنا عملناه
بفضل الله سبحانه وتعالى من أحسن الفيديوهات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى على اليوتيوب الخاصة بالحسب. كنت بتكلم فيه هنا موضوع الحصاد، وبعدين كنت بقول بقى إن البرتقال لما يعني كنا لسه بنعمل في الأول كده، فقلنا رقم واحد هنا استقبال البرتقال، وبعدين قلنا هنا الفرز البرتقال، بعمل عملية الفرز، وبعدين الغسيل والشطف يعني السليم للبرتقال، عندي بعد كده العصر، بعدين التصفية بصفي في هالك طبعا طالع، في التركيز إن أنا بشيل المية، والتعويض إن أنا بزود المية، وبعد كده البسترة. تمام، هو هنا رمز البسترة يعني، مع إن هناك هي درجة حرارة واحدة بس لمدة معينة، بعد كده بملى الأزايز. خلاص أنا مليت الأزايز، تخيلوا المراحل دي كلها معانا في خطر فيزيائي دخل في العصير يعني، فأنا مليت الأزايز، الأزايز خلاص اتقفلت، اتعدي بقى على جهاز الإيه؟ الإكس راي. خلاص الأزايز مقفولة، مفيش أي خطر غالبا يعني، مش هيبقى فيه أي خطر كيميائي أو بيولوجي. بعد كده التاريخ طبعا والتتبع والتغليف، كل الحاجات دي، كل المراحل دي بيكون الإيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بيكون المنتج بتاعي مغلف. طبعا عندي بقى في الآخر خالص بيتحط في التخزين، مراحل الإيه؟ التخزين بتاعتي. تمام، وآخر مرحلة خالص اللي هو إيه؟ التوزيع للماركت. عشان كده احنا لو جينا شفنا كده هنلاقي ان كل دي الخطوات بالرسم اللي هو منسق شوية. على فكرة انت ممكن في خطة الحسب عندك ممكن ترسمها بالطريقة دي، بتدي شكل مميز لخطة الحسب بتاعتك، وبتدي ألوان كده، وبتدي حركات وشقلبظات يعني. تمام، طبعا كان في فيديو عندنا احنا بنتكلم فيه ايه الفرق الاشكال دي كلها يعني، احنا مثلا لو بصينا على مرحلة رقم 8 وبصينا على المرحلة رقم 11 هنلاقي ان هما الشكل ده معناه ان في دوكيمنت او في سجل بمضي فيه بمضي في سجل متابعة، هنا الشكل ده والشكل ده، ده بداية انتاج وده نهاية انتاج، دي مراحل تصنيع، ده اتخاذ قرار يعني يعدي يا ما يعديش. تمام، فخلينا نروح تاني للمثال بتاعنا. فاحنا هنا قلنا ايه؟ كنا بنتكلم على الأشعة السينية، وبنتكلم ان الخطر البيولوجي هو نادر الحدوث، لان انا زي ما قلت لحضراتكم الايه؟ المنتج بتاعي منتج مغلف خلاص، او منتج معبأ خلاص، فالأسئلة كلها بتكون بالطريقة دي، فالمرحلة دي تعتبر مرحلة سي سي بي. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله هنتكلم على بقية المراحل، او ممكن يعني برضو خلينا نخش بسرعة على الجزء الخاص مش مشكلة بتاع التاريخ والتتبع. ايه هي المشكلة في الفيزيائي؟ مفيش نادر الحدوث، مفيش اي حاجة زي ما قلنا. ليه الكيميائي بقى؟ لازم نركز جدا هنا في الكيميائي علشان تلوث الزجاجات داخليا بحبر الطباعة، طبعا بتبقى نادر الحدوث. ليه بقى الحبر؟ عشان في حبر. تمام، نادر الحدوث ليه بقى؟ عشان احنا عندنا في برنامج اسمه الغلق الصحيح للزجاجة بتاعت العصير، فاحنا كده بنتأكد ان الزجاجة مقفولة كويس جدا. تمام، وفي عندي برنامج اسمه تحكم في المواد الكيميائية، ان انا عارف ان الحبر بيتحط فين، بيتحط بطريقة ازاي، بتأكد ان هو حبر غذائي، والحاجات دي كلها فليها شروط معينة. اخر حاجة خالص في البيولوجي نادر الحدوث، خلينا برضو نحطها هنا، بلاش واحد واحد، حتى ممكن تبقى ايه؟ تبقى صفر هنا، فايه مفيش أي نتيجة خاصة بالتلوث البيولوجي من التاريخ والتتبع. خليكم معايا في الفيديو الجاي إن شاء الله هنكمل بقية الخطوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.